المزيد من التفاصيل. ينضم لينا عبر الهاتف دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، وصباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدي إكسترانيوز. اهلا بحضرتك دكتور حامد، منورنا في هذا الصباح. ويعني خلينا كده نبدا مع حضرتك من استجابه قويه واسعه من كل الاطراف تقريبا المعنيه بالقضيه الفلسطينيه الاسرائيليه، وبالتالي بيمثل هذا الامر من وجهه نظر حضرتك اشارات معينه على تعاظم الدور المصري خصوصا في السنوات الاخيره فيما يتعلق بحل هذا الصراع؟ يعني ارى ان هناك انفراجه حقيقيه في المشهد الدولي لصالح القضيه الفلسطينيه نظرا للجهود المصريه التي قامت بها الدوله المصريه بشكل كبير لدعم القضيه الفلسطينيه واطار رساله واضحه الى المجتمع الدولي وللقوى الدوليه ان الدوله المصريه لن ولن تسمح بهدم القضيه الفلسطينيه وتصفيتها وتفرغها من مضمونها. يعني قمة الأمس كانت دلالة واضحة على أن مصر خاضت حرب دبلوماسية كبيرة جدا وقوية للعمل على إيصال رؤية مصر الاستراتيجية التي إن كان العالم قد صار عليها ما قد وصلت الأمور إلى ما نحن فيه الآن، لأن الدولة المصرية ومن خلال رؤيتها الاستشرافية الاستباقية دائما وابدا ما كانت تحذر من انفجار الاوضاع في الشرق الاوسط، من ان الامور قد تصل الى ما لا يحمد عقباه، من ان الوضع بهذا الشكل وبعدم وجود افق سياسي حقيقي يكون دافعا لعمليه السلام سيؤدي الى اتساع دائره العنف، سيؤدي الى الرد وبكل قوه على التحركات احاديه الجانب من الجانب الاسرائيلي، وهذا ما شاهدناه وبكل قوه في 7 أكتوبر اللي أظهرت المعارضة أو المقاومة الفلسطينية أن لديها القوة في الرد على إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتالي إسرائيل وبعد هذا الحدث تريد استغلاله بشكل واضح للعمل على تنفيذ مخططها القديم الحديث والعمل على يعني تهجير أهالي قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن الدولة المصرية ومن خلال أنها تريد أن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته كانت هذه القمة أولا لإحياء مسار عمليات السلام لتثبت وتبرهن للعالم أن الدولة المصرية دولة كبيرة وهي صانعة السلام ورافعة السلام في الشرق الأوسط من خلال تحركات إيجابية، وده اللي شفناه من استجابة قوية للكثير من الدول بالمشاركة في هذه القمة، أكثر من 34 دولة و3 منظمات دولية. طيب دكتور حامد، لو اتكلمنا عن قمة القاهرة للسلام ودورها في كشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة والانتهاكات الكبيرة اللي وقعت على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطبعا وضعت المجتمع الدولي أمام دوره ومسؤولياته في حل هذه الأزمة. يعني هذه القمة هي قمة مختلفة، لأن هذه القمة وسرعة انعقادها دلالة كبيرة على حرص الدولة المصرية على أن يكون هناك أفق جديد لعملية سلام حقيقية تنهي الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي، لأن هذه الرغبة الحقيقية وسرعة أن تتحرك مصر بهذه القوة. يعني المؤتمر تم الإعلان عنه ثم انعقاده في أقل من 3 أيام، ومع ذلك نجح نجاح باهر بمشاركة كل هذا العدد سواء من القوى الأوروبية أو الأفريقية أو العربية، دلالة كبيرة على مكانة مصر لدى هذه الدول الكبرى، ودلالة أيضا على إيمان هذه الدول برؤية مصر الاستراتيجية لحل القضية الفلسطينية. وحتى في كلمات الرؤساء والملوك كان هناك دائما ما هو تأكيد على مبدأ حل الدولتين، وهي الرسالة اللي مصر دائما وأبدا كانت تريد إيصالها للعالم من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في غيه وأفكاره المتطرفة ومحاولة تنفيذ مخططاته الشيطانية لن يحدث سواء في القضية الفلسطينية ولن يحدث بأي حال من الأحوال على حساب الدولة المصرية. نعم. طيب خلينا نرجع تاني يا دكتور حامد إلى الحضور ومشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في هذه القمة. ذهب في البداية إلى معبر رفح البري من الجانب المصري وألقى كلمة هناك، ثم ذهب إلى القمة وشارك بها وذكر في كلمته أيضا الدور المصري، عن أهمية الدور المصري بهذا الحضور المكثف وهذا الحضور الكبير، يا ريت حضرتك توضحه لنا.
يعني انا بشكرك على سؤالك ده يا استاذ باسم، لان هو سؤال مهم جدا، لان الامين العام الدولة المصريه بمنتهى الواقعيه والموضوعيه بتتحرك بحرفيه وبذكاء شديد جدا في الملف الفلسطيني الاسرائيلي، وبتثبت للعالم يوم بعد يوم ان الدوله المصريه هي من حافظت على السلام منذ عام 79 في المنطقه العربيه، ونتيجه لذلك ونتيجه لهذه التحركات، ومن اهم هذه التحركات وجود انطونيو جوتيريتش على الحدود المصريه الفلسطينيه امام معبر رفح كرساله سلام، وبتعطي رساله مهمه جدا ان الدوله المصريه عندما تاتي برئيس اكبر منظمه دوليه في هذا المكان هو ايمان بدور السلام، هو ايمان بان مصر تسعى لاحلال السلام، هو ايمان بان مصر تسعى لقصر الحصار عن غزه، هو نجاح كبير للدبلوماسيه المصريه اللي خاضت حرب شعواء في الفتره السابقه نتيجه ان الاعلام الغربي كان يستهدف مصر منذ اليوم الاول، ولكن الاعلام المصري بشكل كبير والإعلام العربي وبالأخص الإعلام المصري كان السند والداعم الرئيسي للدولة المصرية، ووقف وبكل قوة لإظهار حقيقة النوايا المصرية من أن مصر لا تريد توسع دائرة الصراع، مصر تبحث عن ممرات إنسانية، مصر تبحث عن إدخال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، وهذا لم يأتي ولن يأتي إلا بالإيمان وبإيمان المنظمات الدولية بدور مصر، وده اللي أشار إليه أنطونيو جوتيريتش وقال بالحرف الواحد أن الدولة المصرية هي العمود الفقري لدعم المنطقة العربية ولدعم قطاع غزة. ده ياخدنا يا دكتور حامد للحديث عن دور التاريخ المصري من 48 في دعم القضية الفلسطينية، وطبعا وقف التصعيد، أي تصعيد بيحصل الدولة المصرية دايما بتكون موجودة فيه. حضرتك رؤيتك إيه في هذا الأمر؟ يعني أنا أتحدث في العشرة أعوام الأخيرة يا فندم كان في بدون يعني مواربة لولا الدولة المصرية كانت تحولت هذه المنطقة إلى منطقة صراع لا يحمد عقباه، واتسعت دائرة الصراع لتشمل لتأكل الأخضر واليابس. يعني بعد تولي الرئيس السيسي بحوالي 3 أشهر فقط في العام 2014 حدث الاجتياح البري الأضخم في تاريخ غزة، واستمر لمدة 55 يوم، ولولا المفاوض المصري الحكيم والرائد والرشيد الذي تحرك بكل قواته من خلال أدوات يمتلكها للضغط على إسرائيل، نجحت الدولة المصرية في وقف إطلاق النار بعد إزهاق الكثير من الأرواح. وأيضا في العام 2018 وتحديدا في شهر مارس، ونجحت أيضا الدولة المصرية في وقف إطلاق النار. وفي العام 2021 وتحديدا في شهر مايو قامت الدولة المصرية بكل الجهود وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية، ونجحت بعد 11 يوم متتالي وبعد سقوط أكثر من 250 قتيل وشهيد داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، نجحت في وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، ثم الانطلاق إلى عملية إعادة إعمار غزة بشكل شامل، ثم بعد ذلك تقديم منحة 500 مليون دولار وفتح معبر رفح واستقبال المصابين وإيصال أكثر من 3250 طن من السلع الغذائية إلى داخل قطاع غزة. ولأول مرة في هذه اللحظة نرى صور الرئيس السيسي، أو أول مرة نرى صور رئيس مصر ترفع داخل قطاع غزة كدلالة على المكانة الكبيرة التي بتتمتع بها قطاع الرئيس السيسي لدى الشعب الفلسطيني. وأيضا استمرت الجهود المصرية حتى هذه اللحظة، اعتداء في 2022 ثم اعتداءين في 23، والدولة المصرية ما زالت تقوم بكل الجهود لدعم القضية الفلسطينية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الثرية دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية.